عدد من قيادات مجلسي السيادة والوزراء. وفي المؤتمر الصحفي قال عضو السيادي محمد حسن التعايشي إن وصول وفد الحركة يأتي في إطار التغيير الذي حدث في ديسمبر واستمرارا لاستكمال عملية السلام، وقطع بعدم وجود قوائم حظر أو أحكام سياسية لقيادات الحركة، وقال إنهم أصدروا قرارات بمراجعة الأسرى والمعتقلين السياسيين والمحكومين، كما أن حكومة الفترة الانتقالية تضع شأن العفو العام في المقدمة. الحكومة ملتزمة سياسيا وملتزمة قانونيا وملتزمة أخلاقيا بمسألة تحقيق السلام، ووصول الوفد اليوم هو جزء من التزامات الطرفين، التزام الحكومة والتزام الجبهة الثورية ومكونات الجبهة الثورية باتفاق حسن النوايا بتاع إعلان جوبا الأول والاتفاقات التي تلت إعلان جوبا الأول فيما يتعلق بالإعلان السياسي وإعلان وقف العدائيات. ألف مرحب بوفد الحركة، وهم وسط أهلهم، وسط جماهيرهم، وسط جماهير الثورة السودانية. إلى ذلك أعرب قائد وفد الحركة مساعد رئيس الحركة لشؤون الطلاب والشباب جمعة الوكيل عن اهتمامهم بعملية السلام، وقال إن عودتهم تمثل بناء لحسن النوايا نحو تأطير عملية السلام، وإنهم سيعملون من الداخل وصولا للغايات، مؤكدا وصول رئيس الحركة مني أركم الناوي في وقت قريب. نحن جينا نأكد أو نبادل حكومة الثورة لأنهم مشوا خطوة للأمام، فأردنا نحن نمشي خطوتين للأمام، ولذلك نحن جينا مطمئنين تماما في بلدنا وفي أرضنا السودان. نحن لسنا غرباء، البلد دي بلدنا، نحن كلنا شركاء فيها، ما في حد يقدر يحدد لنا نعيش وين، فيها تشبر فيها تمحل، والكلام كثير، ولكن لأنه الزمن شورت خلوني أختم هنا. أحيي الصحفيين، أحيي كل الأسر، كل الرفاق في حركة جيش تحرير السودان، رفاقي في الوفد الكبير الجماعي من الخارج، أحييكم جميعا، والإدارات الأهلية وكل القطاعات بتاعت الشعب السوداني، المرأة، الشباب، الطلاب يا جماعة، الناس اللي أصغطوا النظام هم جيل الشباب والطلاب. إلى ذلك قال ممثل الجبهة الثورية تومهجو إن الجبهة ماضية نحو إرساء السلام وإحقاق مسيرته، وأن اندماج القادمين في لجان بالداخل يعزز تفاوض الخارج. من هنا حقيقة الجبهة الثورية تلبي مطالب جماهيرها في الداخل، فهي آتية بقياداتها وبكوادرها من أجل الالتحام بالجماهير ومن أجل دعم حكومة الثورة، حكومة حمدوك وبمجلس السيادي، وآتي حقيقة من أجل تبشير بالسلام والخدمات والبنيان. نحن حقيقة الآن نرحب برفاقنا وشقائنا. أعرب حزب المؤتمر الشعبي عن تفاؤله بخروج مفاوضات جوبا بوثيقة اتفاق وطني مرض، معتبرا أن مسارات التفاوض الحالية تعبر عن روح الشراكة بين المتفاوضين أكثر من كونه حوارا بين طرفين حاكم وآخر معارض. وقال الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي إدريس سليمان في تصريحات لشروق عقب لقاء سياسي جامع بعطبرة بمشاركة العديد من الفعاليات الحزبية والمجتمعية إن المناخ السائد سيدفع بنجاح المفاوضات إذا ما التزم الطرفان بالنفاذ إلى صميم الأجندة الأساسية. وأكد سليمان أن ملف إنجاز السلام العادل وإيقاف الحرب من القضايا الاستراتيجية المفضية إلى التحول الديمقراطي. التفاوض الآن حسب ما يقول أو تقول كل الأطراف أنه تحاور بين الشركاء وليس تحاور بين معارضة وحكومة، وبالتالي هذه الروح لابد أن تسود، ولابد أن ننفذ إلى لب المشاكل ونحاول حل هذه المشاكل، ما نكثر من المناورات. أنا متفائل يعني، لأنه افتكر أنه الآن الجو معقول، البيئة العامة معقولة، وفي ذات الوقت السودان محتاج لهذه الحلول، محتاج لسلام شامل وسلام عادل، لأنه ما لم يكن هنالك سلام شامل وسلام عادل لن نحل أي مشكلة تانية في السودان، لا تحول ديمقراطي ولا حريات ولا اقتصاد. إلى ذلك حذر حزب المؤتمر الشعبي من مغبة انصراف الحكومة الانتقالية إلى قضايا ثانوية بعيدا عن القضايا الجوهرية،
ونبه الأمين السياسي للمؤتمر الشعبي إدريس سليمان إلى أن المنازعات والتجاذبات داخل أطراف الحكومة بشأن قضايا الجندر والاستقطاب الديني والصراع المذهبي والعقدي خلق نوعا من التشويش على الحكومة فيما يتعلق بالمهام والأجندة المفصلية للفترة الانتقالية. الحكومة في متاهة، يعني نحن لا نرى الخريطة التي ستستخدمها الآن الحكومة لحل مشاكل السودان خريطة غير سليمة، لأن التشكيلة نفسها غير سليمة، وهذه المسألة التي نناصح فيها دائما الحكومة. الآن الحكومة منشغلة جدا بمسائل ثانوية، منشغلة جدا بالمسائل التي تحدث استقطاب في داخل المجتمع السوداني. لا، هذه حكومة فترة انتقالية، ينبغي أن يكون فيها أكبر قدر ممكن من التوافق، ينبغي أن يكون فيها أكبر قدر ممكن من التراضي الوطني. أما إذا تركنا المسائل الجوهرية، السلام، التحول الديمقراطي، الحريات، الاقتصاد، وانشغلنا بقضايا ثانوية جدا. أوضح تحالف القوى السياسية السودانية أن تجاهل قضية السلام من شأنه العمل على إجهاض العملية الديمقراطية نفسها. وقال رئيس التحالف بحر إدريس أبو قردة لدى مخاطبته الملتقى التفكري الأول للتحالف بالخرطوم إنهم يعملون مع كافة القوى السياسية بالداخل إضافة إلى قوى إعلان الحرية والتغيير وحملة السلاح لإنجاح العملية التفاوضية وتحقيق السلام، وذلك لما لمكونات التحالف من خبرة في مجال التفاوض واستحقاقات السلام المطلوبة، مضيفا أن تجاوز الأزمة الاقتصادية بالبلاد مرهون بتجاوز الفساد الإداري وفساد السياسات الاقتصادية الموروثة حتى تتمكن البلاد من الاستغلال الأمثل لمواردها. يجب ترك القضايا الخلافية، حقيقة يجب جميعا نشتغل على ما يجمع ونتجنب القضايا الخلافية، وخاصة نحن في فترة انتقالية يجب أن نركز على قضايا الانتقال، قضايا الانتقال من إعداد قانون الانتخابات والدوائر المختلفة نعملها كيف، وكذلك أيضا المفوضية المستقلة والمراقبين المستقلين حتى تكون العملية شفافة. هذا الأمر كله بيحتاج حقيقة إلى عمل ضخم ما بدأت الآن. نحن في التحالف نسعى إلى الجميع عشان ننجز هذا الأمر كذلك. وموضوع الاقتصاد كما ذكرنا بأننا نحن نعتقد أن السودان هنالك موارد كبيرة، ولكن في الفترة السابقة نتيجة للفساد الكبير اللي ما مكن استغلال هذه الموارد بصورة صحيحة، خاصة الفساد كان في السياسات وفي القوانين وفي العمل الإداري أكثر من الفساد المباشر. أكد رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان على المشاركة الإيجابية للسودان ضمن المنظومة الدولية من خلال الالتزام بالمعاهدات والمواثيق والأعراف الدولية. واستعرض البرهان في خطابه أمام الجلسة الافتتاحية لأعمال قمة دول عدم الانحياز التي انطلقت بالعاصمة الأدرية باكو التطورات الجارية في السودان بعد نجاح الثورة الشعبية السلمية، وقال إنها نجحت بتضامن القوى الثورية والقوات المسلحة من أجل إحداث التحول السلمي إلى السلطة المدنية. وأكد البرهان عزمهم خلال الفترة الانتقالية على نقل السودان إلى عهد ديمقراطي آمن ومستقر وتأسيس الدولة الحديثة القائمة على أسس الحرية والعدالة والسلام. نؤكد عزمنا على التحول السلمي للسلطة المدنية، وضع أولى لبنات النظام المدني المعافى لحكم السودان في الفترة الانتقالية. هذه الفترة تنقل السودان إلى عهد ديمقراطي مستقر وآمن، وتؤسس الدولة الحديثة القائمة على أسس الحرية والعدالة والسلام. وأشار البرهان إلى أن أبرز التحديات التي تواجه السودان خلال الفترة الانتقالية إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ومعالجة الديون الخارجية وترسيخ الديمقراطية والتنمية المستدامة وتحقيق الإصلاح الاقتصادي وبناء سياسة خارجية غير منحازة. وقد عزمنا بدعمكم في هذا المنبر على التصدي للتحديات التي تواجه البلاد، ابتداء من إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب ومعالجة الدين الخارجي وتحقيق الإصلاح الاقتصادي والاستقرار والتنمية، فضلا عن ترسيخ الديمقراطية والسلام والتنمية المستدامة. كما يتضمن برنامج المرحلة الانتقالية
العمل على إنجاز إصلاحات قانونية وبرامج لإصلاح أجهزة الدولة ومعالجة الأزمة الاقتصادية وضمان حقوق النساء وتعزيز دور الشباب وبناء سياسة خارجية متوازنة غير منحازة. يؤكد السودان التزامه بكافة القضايا الدولية المجمع عليها ابتداء من قضايا السلام والأمن وتحقيق التنمية المستدامة والتغيير المناخي والتأكيد على حق الشعب الفلسطيني في قيام دولته بالحدود المعترف بها وغيرها من القضايا. اتهمت هيئة الدفاع عن الرئيس المخلوع عمر البشير النيابة العامة بالتأثير على سماع أقوال شاهدين اثنين من شهود الدفاع، وقالت إن بعض الشهود تلقوا تهديدات في حال الإدلاء بشهادتهم أمام المحكمة في قضية الرئيس المخلوع، ومن بينهم الشاهد الذي حضر إلى جلسة اليوم لإبلاغ المحكمة بما تعرض له من تهديدات. وقال رئيس هيئة الدفاع أحمد إبراهيم الطاهر إن القضية أوشكت على نهايتها بسماع شهادة شاهدين للدفاع خلال الجلسة القادمة في 2 نوفمبر المقبل. لم يحضر شاهد اليوم غير شاهد واحد حضر، كان يريد أن يبلغ المحكمة باعتذاره عن الشهادة لضغوط المورست عليه، ولكن القاضي لم يسمح له بمقابلته شخصيا، ولذلك أثارت هيئة الدفاع هذه القضية أمام المحكمة بأن هنالك تهديد وقع على هذا الشاهد من قبل سلطات النيابة العامة، ولذلك ما استطاع أن يمثل أمام المحكمة. جدد رئيس الوزراء عبد الله حمدوك التزام السودان بالاتفاقية الدولية لحقوق الطفل. جاء ذلك لدى لقائه بمكتبه بالمجلس المديرة التنفيذية لمنظمة يونيسف هنريتا فور، وذلك بحضور وزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس. وأكد رئيس الوزراء أن حكومته تضع أولوية لتوفير الغذاء والصحة والتعليم للأطفال في كافة مناطق السودان، موضحا أن الأطفال هم المستقبل الواعد للبلاد. وبحث حمدوك خلال اللقاء تطوير التعاون بين منظمة يونيسف والسودان في المجالات المختلفة. من جانبها أكدت هنريتا فور التزام المنظمة بتعزيز الشراكة مع السودان ودعمه خاصة خلال الفترة الانتقالية. قال الأمين العام للمجلس القومي لذوي الإعاقة راشد التجاني إن الواقع الذي فرضته التحولات الأخيرة في الشارع السوداني يسمح بمزيد من التعاون الدولي لمصلحة الأطفال ذوي الإعاقة من حيث الرعاية والحقوق. وأضاف لدى مخاطبته جناح المجلس القومي لذوي الإعاقة بمعرض الخرطوم الدولي في دورته الحالية إن الفعالية خصصت لإبداعات الأطفال ذوي الإعاقة، وإنهم ماضون في استثمار أيام وليالي المعرض في التعريف بالتحديات التي تحيط بالأطفال ذوي الإعاقة، بالإضافة لنشر الوعي المجتمعي في التعامل مع هذه الشريحة المهمة في المجتمع. الواقع الآن يسمح بتحقيق هذا الدمج بالتفاعل المجتمعي والتوعية الذي حدثت في الشارع العام لاهتمام المجتمع بكافة الشرائح والهموم التي تواجه المجتمع، من بينها شريحة الأشخاص ذوي الإعاقة، كذلك الانفتاح الدولي المتوقع للسودان. نتوقع بإثره أن تستفيد هذه الشريحة من هذا التعاون الدولي لمزيد من تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وتوفير المعينات الخاصة بهم إن شاء الله. استقبلت ولاية سنار القافلة الصحية التي سيرتها قوات الدعم السريع بالتعاون مع وزارة الصحة الاتحادية لدرء الآثار السالبة للخريف والحد من انتشار الأوبئة. وأكد مشرف القافلة حسين أحمد محمود أن القافلة تشتمل على معينات إصحاح البيئة وكلورة وسلامة المياه ومكافحة نواقل الأمراض، إضافة للتوعية وأدوية الطوارئ. وبان محمود أن القافلة تأتي ضمن 4 قوافل لولايات البحر الأحمر، كسلة، النيل الأزرق وسنار، برعاية من نائب رئيس المجلس السيادي قائد قوات الدعم السريع. وأشار إلى أن هدفها الأول صحة وسلامة الإنسان وخلق بيئة آمنة له. فالقافلة تحتوي على 31
صنف مختلفة، 31 صنف مختلفة. المحاور حق هذا المحور بتاع كلورة المياه، وبالنسبة للمياه دي أهم محور لإصحاح البيئة. يعني عندنا أجهزة متطورة، أشياء جديدة قد تكون لا موجودة في السودان. غرفة الطوارئ اتفقنا معها الناس المختصين في هذا المجال لسلامة مياه إنسان هذه الولاية أولا، الاكتشاف والضرر. اثنين، عندنا إصحاح البيئة كامل، محتاجين بقواتنا جينا بها تكافل والتكاتف أصحاب الولاية كويس، شيب وشباب كلنا معه. هذا وامتدح والي سنار محمد عثمان محمد دور قوات الدعم السريع في دعم العمل الصحي بالولاية في وقفتها متزامنة مع حملة مكافحة الكوليرا التي تنتظم الولاية، وأضاف أنها ستسهم إسهاما كبيرا في تعزيز الصحة بسنار. نحن في هذا الصباح بنزعد بقدوم الغافلة الصحية من قوات الدعم السريع بالتنسيق مع وزارة الصحة الاتحادية في زيارة لنا لولاية سنار في دعم المجهود في غرفة الطوارئ في إصحاح البيئة ومكافحة الأمراض وخاصة مرض الكوليرا. وهذه الغافلة هي بالنسبة لنا احنا ضرورية جدا في هذه الولاية، لأنها بتحمل معها أدوية الطوارئ والأدوات بتاعت إصحاح البيئة بالإضافة للأطباء في مختلف التخصصات. وصف عضو المجلس السيادي حسن شيخ إدريس قاضي الوضع الصحي بكسلة بالمخيف والمزعج، وقال بعد زيارته للولاية ووقوفه على أحوال المرضى بمستشفى كسل التعليمي إن كسلة تحتاج إلى الدعم الذي يمكنها من الخروج من الأزمة التي تمر بها، وأشار إلى أن الشرق عموما لا زال يسيطر عليه المرض والفقر، ذلك فيما دعا والي كسلة إلى وقفة المجتمع من أجل تخطي ولايته هذه المرحلة. زيارة المجلس السيادي لولاية كسلة كشفت حقيقة الوضع الصحي وحجم المشكلة ومعدلات الإصابة بالحميات بولاية كسلة، والتي وصفها عضو المجلس بالمخيفة والمزعجة. كنت متابع، يعني بتابع وبقرأ التقارير يوميا عن هذا المرض وعن عدد المرضى، وآخر تقرير كنت قريته كان عدد المرضى 528، فالليلة دكتور أحمد فاجأنا بأنه العدد ارتفع فوق 600، ودي نسبة يعني بتاع زيادة مضطردة ومزعجة ومخيفة. الحل إنه الناس كلها تتعاون مع بعض، تنسى الخلافات، تنسى المرارات، تنسى الماضي، تنظر للمستقبل. ارتفاع حالات الإصابة بالحميات قابله دور كبير لمنظمات المجتمع المدني والقوات النظامية في محاربتها والحد منها، مصحوب ذلك بدعم للمرضى بمشافي الولاية. الزيارة أتاحت لنا الكثير، يعني أول أتاحت لنا حجم الدعم المقدر من جهات كثيرة خاصة القوات النظامية، الدعم المقدر من الدعم السريع. تتألف القافلة من 32 عربة وأكثر من 150 عنصر طبي، بإضافة إلى مواد كبيرة من المبيدات ومكانات الرش الضبابي وطرمبات الرش الرزازي وكميات من الأدوات الصحية. الواقع الذي تمر به كسلة من أزمة يتطلب وقفة من الجميع، هذا ما ذهبت إليه حكومة الولاية والتي دعت في ذات الوقت إلى محاصرة ضعاف النفوس الذين يستغلون الظرف الصحي للتكسب من ورائه. كلنا مع بعض كده نقيف لحد ما إن شاء الله تعدي المحنة دي، ونحن قدامنا يا جماعة الآن شهرين حسب كلام المختصين، لو عدينا منها ما تكون عندنا مشكلة بإذن الله تعالى، ننسى أي خلافات بيناتنا، ننسى أي أشياء طرفية بيناتنا، يكون همنا يا جماعة إنه الكسلة دي يكون معافاة بإذن الله تعالى من هذا المرض، ومع بإذن الله حنعبر. نداءنا لكل أهلنا في كسلة وللناس اللي بتعاملوا في الحقل الصحي إنه يا جماعة ما الناس تستغل الحتة بتاعت مرض الناس في إنه تبيع بعض الأشياء المفترض توزع مجانا أو توزع بأسعار معقولة من الصيدليات للمستهلك، لأنه يا جماعة ده مرض، يعني الناس ما تتكسب من العمل ده لأنه ما حتستفيد كثير من الحتة دي. وإن كانت المنظمات هي التي تمد يد العون لكسلة في محنتها، فإن الولاية أيضا تنتظر الدعم المركزي لمحاصرة الحميات ومكافحتها.
خالد بشير الشروق، ولاية كسلا. عقد والي شمال كردفان الصديق الطيب اجتماعا بهيئة علماء السودان بالولاية وذلك بالمركز الثقافي الإسلامي، وبحث الاجتماع جملة من القضايا والموضوعات التي تخص الهيئة والأنشطة والبرامج التي تقوم بها، حيث أشاد الوالي بالدور المتعاظم الذي تقوم به الهيئة في مجال العمل الدعوي. من جانبه أشار الأمين العام لهيئة علماء السودان بشمال كردفان محمد علي محمد إلى أن الهيئة بصدد الترتيب لانعقاد الملتقى الدوعوي الجامع بالولاية بمشاركة كافة الأطياف والقطاعات. يجي في إطار الترتيبات لملتقى دعوي جامع لأهل الولاية يتحدث في أمور الدعوة وأمور الشباب وكيفية الاستفادة من طاقات الشباب وكيفية كذلك الاستفادة من الوسائط الحديثة في أمر الدعوة وأمر النسيج الاجتماعي. وكذلك الحمد لله ربنا نحن يعني نرى أنه بالضرورة أنه يكون العمل الدعوي متحرك، لأنه الدعوة هي صمام أمان هذا المجتمع. فبالتالي التقينا وتفكرنا مع أخ الوالي في كيفية إقامة برضو بجانب هذا الملتقى تكون هناك بعض القوافل الدعوية اللي تجوب محليات الولاية، بحيث أنه الأمر يستقر في أنه الجميع يكون هم الدعوة موجود وأمر الدعوة قائم.